مقاديرنا لليوم: كبة نبيل بصلصة البندورة ودبس الرمان مع السبانخ، كيلو من أقراص كبة نبيل، بصل مفروم، ملعقة ثوم مفروم، كوب من معجون البندورة، نصف كوب من دبس الرمان، ملعقة كبيرة من النعناع اليابس، وكمان مبركة حلوة. بدنا كمان مرق لحم أو دجاج، كوبين من أوراق السبانخ المغسول جيدا، وملح وفلفل. هنشوف بعديها كمان وصفة الرز اللي بنسويه اليوم مع الجزر والبازيلا والعدس واللحم. طبق كثير غني راح يكون معنا لليوم: كوب عدس حب مسلوق، كوبين أرز تايجر، 4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم، كوب جزر مبروش، نصف كوب من اللحم المفروم، كوب بازيلا مسلوقة وبصلة مفرومة. وبدنا كمان بهارات مشكلة وشوية ملح وشوية من الفلفل. تمام، يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نحكي نبدأ في تجهيز أول طبق. أول طبق من أطباقنا اليوم راح يكون أقراص كبة نبيل. طبعا 12 نوع كبة من نبيل موجود في الأسواق، وواحد من الفرد من الأسرة اللي هو أقراص كبة طبعا جاهزة للقلي مباشرة، وممكن نقليها على حرارة 160 ل 170 لمدة 6 دقائق. زي ما انتم شايفين بتكون جاهزة للقلي. يستحسن قليها مباشرة من الفريزر، نطلعها ونقليها في الزيت الغزير، بكون أمورنا كثير ممتازة. طبعا أهم شيء أنه نقلي في زيت عميق ديب، ما يكونش الزيت بارد ويكون الزيت عندي حامي ساخن. نعم. في حال بس تاخذ لون بهدي عليها النار شوية وبكملها للسوى، تطلع ممتازة جدا. تمام. إذن بعد ما شفنا أقراص كبة نبيل نبدأ في تحضير الصوص اللي عندي اليوم. راح أبدأ في تجهيز قلية. القلية هاي مكونة من أول شيء الزيت، زيت نباتي، ممكن استعمل زيت زيتون، القرار قراركم. وأبدأ في تجهيز القلية المكونة من البصل والثوم بهالشكل. طبعا ميس إليك للمشاهدين، في نبيل عندنا خصومات ما بين 10% و20%. تفضلوا زورونا في معرض نبيل بشارع عبد الله غوشي، في عندنا خصومات كمان من 10% ل20%. بنفتح من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 بالليل. أهلا وسهلا فيكم. وكل خصومات عم نحكي عن المنتجات طبعا. نعم كاف. نعم كلها بشكل عام من 10 ل20. نعم. طبعا احنا بدنا الان نقلي كبة او اقراص كبة نبيل في زيت غزير حرارته بين 160 و180. نبدأ في زيت ساخن شوية وبعدها بننزل الحرارة حتى كامل الاستواء، تقريبا بدنا 6 دقائق. فراح اروح على الزيت ونبدأ في تجهيز او نقلي كبة نبيل. حامي الزيت جاهز؟ طبعا الزيت عندي انا مستعمل قلاية. اوكي. مباشرة راح اضيف الباكيت كامل، وطبعا يستحسن يكون بدرجة التجميد. ليش؟ لانه احنا اثناء عملية التصنيع لكبة نبيل نعمل لها تشوك فريز، بنزل حرارتها مباشرة لناقص 18. وبالتالي هاي الخاصية تشوك فريز بتحفظ طازجية اللحمة والبرغل والكبة بشكل طازج. فلما انتوا تحلوها او تدوبوها بتخافوا انه تطول برا، فمباشرة بتجيبوها من الفريزر على الزيت الغزير دايركت. صح. اوكي. نعم. هاي عندي هون اللحم بلش يستوي ويتذبل. مباشرة راح اضيف الجزر كمية حسب الوصفة، وراح أضيف أكيد البازيلا، وكمان راح أضيف البهار المشكل اللي عندي. نعم. أنا الآن عم بسوي صلصة البندورة، أضفت لها البصل أو بدأت في قلية من البصل والثوم، أضفت لها رب البندورة، والآن راح أضيف لها دبس الرمان. أيوة. هاي صلصة كثير طيبة للكبة. بتجنن تطلع شاهي. أوكي، كبة نبيل عندي بالزيت شغالة، أمورها كويسة الحمد لله. تمام. والان بدي اجيب مرق الدجاج وابدا في تجهيز الصلصه الموجوده عندي. وكمان هون عم بعمل الرز اللي هو فيه لحم وفيه جزر وفيه بازيلا وفيه خيرات الله. راح اضيف الان العدس، راح اجيب المرق، مرق الدجاج او مرق اللحم. طبعا كل يوم في طبق عندكم، بس تسلقوا اللحم او الدجاج، دائما خلوا المرق عشان تطبخوا فيه كل الشغلات الطيبة. مرقة شو اللي عامل؟ أنا هون عندي مرق الدجاج. مرق الدجاج. راح أضيف مرق الدجاج الساخن حتى نسرع عملية الطبخ مباشرة على البندورة ودبس الرمان. وعملنا قلية أصلاً هي أوريدي مكونة من البصل والثوم. وراح أضيف عليها الآن النعناع اليابس، وكمان راح أضيف عليها أكيد شوية من السبانخ، تطلع طيبة كثير كثير. تمام.
اول شيء خلينا نضيف السبانخ عشان تنزل السبانخ بس شو مفيد. طبعا هذا طبق كثير غني وكويس على فكره. هذا الطبق هو الطبق التوفيري اليوم اللي معانا. الرز عندي عم بقلع النار، بدي اهدي عليه النار شوي اشوف كيف وضعه. ممتاز جدا، اموره كويسه. راح اهدي عليه النار حتى يكمل سوا. شوف الطبق ما اطيبه، عدس مع جزر مع بصل مع لحم مع كله. هدينا عليه النار حتى ينضج، وكبة نبيل هي عندي كمان امورها ممتازه.